سواكم خوت هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ديما ديال الدخله ديالنا كندخلوا ديما. الا كنت اول مره كتشوف هذا الفيديو مرحبا بك، سبسكرايب، تعليق زوين، لايك ديزلايك اللي عجبك ما عجبوش مشكل، يعني لايك ديزلايك بحال بحال. هذا الفيديو ده غيكون يعني بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي اليوتيوب تكتبوا لي عافاك خويا، اكتب لينا على الولايه اللي انت فيها واعطينا واحد يعني صوره تعريفيه على الولايه اللي انت عايش فيها. اوكي، اليوم لقينا الوقت واحد يدير وقت عندنا، غنحاولوا ندير لكم يعني نحاولوا نجمع لكم معلومات كامله على الولايه، داكشي اللي كينفعنا وداكشي اللي كنبغيو ملي كنجيو للولايه. اوكي خوتي، يلاه خليكم معنا متشوفين ونبداو مع الولايه ديالنا. ولايه ويسكونسن هي ولايه من الولايات المتحده الامريكيه، كما نخلي لكم ها الشعار ديالها، وهذا الشعار ديالها هو فورورد، الى الامام. اوكي خوت، هي جات في الموقع ديالها جات في غرب في الغرب اوسط الامريكي، هي جات في الوسط ديال 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 امريكا، جهه الشمال. واحد الولايه اللي هي مشهوره يعني من زمان، يعني من وقت كبير من قبل، مشهوره بان واحد الولايه معروفه بالالبان، هي ولايه الفرماج. العدد السكان ديالها كيتراوح في يعني في 2018 ما بين 7 مليون 800 مليون نسمه. العاصمه ديالها مدينه ماديسون. اكبر المدن مساحه وعدد السكان فيها هي مدينه مواكي. اوكي خوت، ندوزو بزاف المرات. ولايه ويسكونسن هي كتعد من الرتبه 23 من ناحيه ديال المساحه بالنسبه للولايات الاخرى اللي في امريكا، والرتبه 20 من ناحيه ديال عدد السكان اللي كيسكنوا فيها. اوكي الخوت، كما قلت لكم العاصمه ديالها ماديسون، اكبر المدن مواكي. كتنقسم الى 72 مقاطعه، هذه الولايه كتنقسم الى 72 مقاطعه، من المقاطعات ديالها هي فين كيسكن انا في وحده فيهم. يلا خوت خليكم معنا. معروفه كما قلنا بال يعني بصنع الالبان. وهي بالنسبه لولايه ويسكونسن كتعد من اول الولايات ولا المنتوج، الولايه اللي كتنتج اكبر عدد من الحليب وتصدير الحليب لجميع الولايات اللي في امريكا. يعني هي كتعد من الرتبه الاولى الولايات اللي كي يديروا هذا المنتوج الحليب. مده وانا ساكن فيها يعني فوق 10 سنين ما عمري يعني تعرضت لاي يعني عنصريه، ولا يعني الناس ديالها طيبين، الناس ديالها ملاح، يعني الاكثر اللي شفت ملاح، يعني نقول 98% الناس ملاح. الخدمه بالنسبه للناس اللي كيقولوا شي سؤال، الخدمه الحمد لله موجوده. هذه الولايه هذه المينيموم ويج ديالها، المينيموم ويج هي اقل فلوس ولا اقل مبلغ يمكن لك تاخذه في الساعه في الولايه. كما نخليكم هنا عندنا 7.25 $7.25 هي المينيموم ويج ديال الولايه، ولايه ويسكونسن. كاين غادي نشوفها قليله. اوكي، نقول لكم علاش بين قليل، لان الولايه بالنسبه للعيش العيش رخيص مقارنه مع الولايات الثانيين، كاليفورنيا، لان في كاليفورنيا كنعرفوا جميع بان ولايه غاليه بزاف، من ناحيه السكن، من ناحيه الاكل، كل شيء غالي. الولايه الحمد لله لهاد الساعه هذه راه مازال رخيصه، والمينيموم ويج ديالها هي 7.25. قلت لكم غادي نخليكم هنا وتشوفوا يعني اقل مبلغ يمكن لك تاخذه في الساعه في الولايه. ولكن خوت ما كاينش اللي كيشد هذا المبلغ، هذا المبلغ غير المينيموم ويج. الناس يشدوا اكثر من هذا المبلغ. اوكي، باش ما تخلعوش، هذا المبلغ ما كاينش اللي كيشدوا، الناس كيشدوا اكثر من هذا. ندوزوا الخدمه الحمد لله في جميع المجالات. هاد الولايه الحمد لله والشكر لله فيها الخدمه على طول السنه، واي شخص كيجي وكيبغي يخدم بعرق تافو يعني يخدم فيها، الخدمه فيها موجوده في جميع المجالات. اي مجال يعني تبغي تخدم فيه غتجي غتلقى غتقلب. بغيتي تقرا كاين الحمد لله مدارس زوينين، مدارس يعني كاين جامعات عليا، جامعات بحال في ماديسون، كاين جامعه في ماديسون جامعه يعني عالميه وجامعه معترف بها يعني في جميع الولايات المتحده، من الجامعات الرائده في مجال التعليم ومجال بزاف الحوايج. شنو نقول عاوتاني، الشغل نقولوا جميع المجالات والحمد لله الشغل موجود. مقارنه مع الولايات الاخرى كنظن بان ولايه ويسكونسن اوفر حظا من الولايات الثانيه بالنسبه للوظائف، الناس كيجيو يخدموا، لان الناس كيجيو من الجنوب للشمال باش يخدموا هنايا. اوكي خوت، يعني بالنسبه للخدمه الحمد لله موجوده، كاين مواقع، كاين يعني مكاتب يعني اللي يمكن لك تروح تمشي لعندهم ويخدموك في اي مجال انت كتبغي، غير تحتاج واحد شويه ديال لونجلي. اوكي، شويه ديال لونجلي باش يمكن لك يعني تتواصل مع الناس. هي هذه الولايه هذه من الولايات البارده كما كنقول لكم ديما،
بان الناس اللي كيبغي يجي لامريكا بصفه عامه يعرف فين غيمشي ويعرف الولايه اللي هو غيمشي ليها واش ولايه سخونه ولا ولايه بارده. يعني في جميع الفيديوهات ديالي اللي تدخلوا كنقول لكم بان الا بغيتي تجي لامريكا ندخل شوف الولايه واش بارده واش سخونه باش يمكن لك تمشي ليها واش يمكن لك يعني تولف على الجو. الا انت واحد الشخص ما عندكش مشكل مع البرد ولا واحد انت واحد الشخص ما كيبغيك ما كيعجبكش البرد، يعني هذه الولايه من الولايات الباردين اللي نزلت في شمال امريكا الناحيه ديال كندا، وانتم تعرفوا ان واحد ديال كندا بارده. يعني هذا هو المشكل اللي كيلقاو بزاف المغاربه ملي كيجيو لهنا، ما كيولفوش على البروده، كيجي كيقتل البرد كيرجع بحال هنا. بعض المرات كتوصل الدرجه ناقص 30 ناقص يعني 25 ناقص، يعني هاد الحراره ولا البروده الحمد لله كتولف عليها الا كنتي باغي تجي وتستقر. الا كنتي ما كتولفش بروده راه ما غتولفش عليها، ومن الاحسن لك تقلب على ولايه اللي تكون سخونه لك، لان هاد الولايه ماشي ديال الناس اللي ما كيبغوش البرد. ولكن مع الوقت اللي ولفتها مع الوقت كتولف البرد والخدمه موجوده. ندوزو للمساعدات. خوتي هذه الولايه من الولايات القليله اللي كيساعدوا المهاجرين اللي كيجيو، يعني في البدايه المساعدات كتكون ملي كتدوز في هذه الولايه 5 سنوات ولا كتكون مواطن امريكي، يعني سيديسن عندك الجنسيه الامريكيه يمكن لك يعني تدفع المساعدات كما جميع الولايات. ولكن بعض الولايات كيساعدوا الناس الجداد، هذه ولايه ويسكونسن ما كتساعدش المهاجرين اللي كيجيو جداد ما كيسكنوش فيها واحد المده طويله، يعني بالمساعدات كنقول مساعدات الاكل الفود ستام الميديكال واش ما كيساعدوكش، لان كيبغوك تضرب كتافك تخدم بكتافك عادي يمكن لك تعيش في هذه الولايه. هذه هي الصعيبه فيها. بعض الناس كيجيو كيكونوا معولين على المساعدات، ما كتكونش مساعده هنايا، هنا كاين الخدمه الحمد لله. الا بغيت عريتي على كتافك الخدمه موجوده بلا ما تحتاج مساعدات بلا ما تحتاج حتى حاجه. اوكي الخوت، يعني باش نكونوا فاهمين. وبزاف مره كنقولها بان هذه الولايه ما كتساعدش المهاجرين اللي كيجيو جداد، كتساعد الناس اللي كيكونوا جالسين واحد المده ديال 5 سنوات وما فوق، والناس الامريكان اللي عندهم الجنسيه الامريكيه هادو عندهم حق يطلبوا مساعدات. بالنسبه للناس اللي كيجيو جداد عليهم غير الخدمه اللي بغى يعني يعيش. بالنسبه للولايات اخرى اللي سمعت انا يمكن لك تاخذ المساعده ديالك من الشهر الاول. اوكي خوت، هذا هو الفرق ما بين ولايه وولايه. كما كنقول لكم امريكا فيها ولايات كثير، وكل ولايه وعندها قانون، وكل ولايه وعندها يعني نقولوا دفتر تحملات، وكل ولايه وبشحال تيخلصوا للساعه، راه ماشي كاع الولايات بحال. اوكي خوت، ندوزوا واحد النقطه اخرى عاوتاني نقلبوا عليها في هذه الولايه، لان انا فاش قلبت يعني فاش الناس كيقولوا لي خويا هضرني على الولايه ديالك دخلت شفت شي حوايج ما كنتش كنعرفهم على الولايه ديالي. الولايه بالنسبه كما قلت لكم السياح كيجيو كثار لهذه، لان قلت لكم ولايه الطبيعه فيها خلابه، الطبيعه فيها خضوريه على طول السنه. اوكي وبزاف الحوايج انا نجي نقول لكم حنا جايين. ولايه ويسكونسن كتعاد من الولايات الاكثر اللي كتجذب الناس الموعين بالصيد. الناس الموعين بالصيد كيجيو كل سنه، يمكن شهر 11 الشهر اللي غيدخل ان شاء الله الجاي كيكون عندهم واحد الاسبوع ولا اسبوعين ديال الصيد الغزال. عندنا صيد الغزال هنا بالكثره، الصيد يعني كثير في هذه الولايه هذه. كيجيو الناس كيصطادوا الغزال، وكاين انواع ديال الصيد، كاين اللي كيصيد بالنبله كتكون عنده 2 ويكس جوج سيمانات باش يصيد بالنبله، وكاين اللي كيصيد بالجويجه. الجويجه كيعطيهم اسبوع واحد سيمانه واحده، وكل شخص عنده حق في غزاله واحده يصطادها. مثلا عندك 5 ديال الناس في الدار يكون عندهم البيرمي ديال الصيد، عندك 5 ديال الغزالات في العام، يعني خاص يكون عندك واحد البيرمي باش يمكن لك تمشي تصيد الغزاله. ولا بغيتي تصيد السمك تروح للانهار، وحتى هو خاصك بيرمي ماشي اجي وصيد، كتصيد السمك بالبيرمي وكتصيد السمك بالطول، يعني كيكون عندك واحد القوانين ما خاصكش تفوتها. واحد السمكه اللي شديتيها ما خاصش يكون فيها واحد الطول يعني قل من اللي غيقولوا لك، لان الى مثلا استراتيجي السمكه كانت صغر من الطول قال كتخلص واحد الفي ولا غرامه ماليه اللي كتكون كبيره. العاصمه ديال ويسكونسن هي ماديسون. ماديسون كانت في 2007 من احسن المدن اللي يمكن لك تعيش فيها في امريكا، هذا حتى هي معلومه لسات فيها ما كنتش كنعرفها حتى انايا. كانت من احسن المدن لاي شخص يحلم يعيش فيها، لان قلت لكم من كثره ديال الخدمه ويعني الحياه كانت فيها مزوينه. وندوز الولايه بالنسبه لولايه ويسكونسن كاين فيها الاجرام قليل على الولايه الثانيه، يعني بالنسبه للاجرام كيكون قليل وناسها طيبين. كنقول لكم في الاول
كما كاين بعض الناس كي تيعيطوا عليهم بريدنيك، اوكي قليل اللي كيبغي يسمع هاد التسميه هادي، ولكن خوت هادي ولايه ديال الفلاحه، يعني فيها واحد العدد كبير ديال المزارع ما تصوروش، يعني فيرمات ديال الابقار كما قلت لكم، هي كتعد من رقم واحد في امريكا بالنسبه للفرماج والحليب وبالنسبه لصنع الورق. هذه الولايه كتعد من الرواد، يعني من الناس، من الولايات الاولى اللي كيدخلوا مال كثير على البلاد بالنسبه للمنتوج ديالها اللي كتوفر للسنه كامله. اوكي خويا، هذه ما كنتش عارفها انا، كنعرف انا ولايه، وكن ملي دخلت قرات عليها بان فيها بزاف الحوايج زوينين. اي شخص باغي يعيش الحياه، ما يعني باغي يسهر وداك الشيء، هذه كتكون ديال الناس اللي باغيين يستقروا مع وليداتهم، مع عائلاتهم. ولايه ما فيهاش ضجيج بزاف، ما فيهاش صداع بزاف بحال الولايات الاخرى. اوكي خوت، يعني واحد اللي كيجي صغير باغي يقصر، ما كنظنش هذه غتكون لي ولايه زوينه، لان هذه ناسها طيبين وما كاينش داك الشيء اللي كنشوفو ولايات اخرين. اوكي يلا خليكم معنا، ندوزو عاوتاني ندوزو الرياضه. بالنسبه لويسكونسن عندهم فرقه في الفوتبول، يعني كنقولوا حنا في الفوتبول الامريكان فوتبول، عندهم فرقه في الريغبي. الفرقه ديال الريغبي كاينه في مواكي، كاين الملعب ديالها في مواكي، والفرقه ديال الفوتبول كاينه في جرين باي. جرين باي بعيد عليا واحد نص ساعه ديال الطريق، وكنت سكن فيها واحد 3 سنين. هذه جرين باي باكرز هي فريق ديال الفوتبول ديال هذه الولايه، هذه هو الفريق الوحيد في امريكا اللي كتملكو السيتي، المدينه هي اللي كتملكو، الناس هما اللي كيملكوه، ما عندهاش مالك بحال يعني واحد نقولوا احنا مول شي ولا مول الكره، ما عندهمش. هنا عندهم فرقه كي يمتلكها ولا كتمتلكها المدينه، وكيموتوا عليها بواحد الدرجه ما تصوروش، وكيعاونوها بواحد الدرجه ما تصوروش. انا عشت في هذيك المدينه ديال جرين باي، الا كيشموا الكره الجرين باي باكرز عندهم في الدم، يعني كيعاونوها بجميع الوسائل خوت. وان شاء الله غيجينا شي واحد غندير لكم فلوق في التيران ديالها، نمشيو تما وندير لكم تيران، يعني فلوق في التيران ديال باكرز وفي النواحي ديالها، وتشوفوا يعني كيفاش الناس كيعاونوا الفريق ديالهم ولا الجمهور كيفاش كيعاون الفرقه ديالو بالمال والخاص، وتشوفوا يعني جمل الملعب شنو فيه، فيه طيلات، فيه بزاف الحوايج، بزاف الخوت. نخليكم ان شاء الله، غندير لكم وعدكم ندير لكم فلوق في التيران ديال جرين باي باكر. اوكي، ولايه ويسكونسن كتعد من الولايات رخيصه بالنسبه للايجار، بالنسبه للكرا. غادي نحط لكم، كتشوفوا هنا، غنوريكم هنايا شحال يعني يوصل يمكن لك تكري شقه ولا يمكن لك تكري دار. هي الولايات رخيصه وكيرجع الرخص ديالها كما قلت لكم، لان ولايه بارده والناس بزاف ما كيبغيوش يجلسوا هنايا لان فيها البروده بزاف. بالنسبه للايجار ديال الشقق ولا يمكن لك تشري الدار ديالك، ما كتكونش بهذاك الغلاء اللي في ولايه ثانيه، بواحد الثمن مناسب اللي يمكن اي واحد يمكن ليه يكري بيت واحد ولا جبيوته. ونخليكم كما قلت لكم، نخليكم يعني الايجار، وتشوفوا مثلا شحال يمكن لك تكري دار ولا تكري شقه في ويسكونسن بالنسبه للايجار، وبالنسبه للمعيشه رخيصه على الولايات الاخرى. ما خوتي، الى عجبكم هذا الفيديو هذا، نتمناكم يعني ديروا لايك سبسكرايب ودعموا القناه باش كنا نكبروها كاملين، القناه ديالنا كاملين. بكم نتوما يمكن لينا نزيد، بكم نتوما يمكن لينا نقلب على فيديوهات اخرين، مواضيع ثانيه، فلوقات ثانيين. احنا يعني ما عنديش الوقت ندير فلوق كل سيمانه، ولا كاين اللي كيدير بعض الفلوقات في السيمانه، اخوكم عندي خدام، يعني ما عنديش الوقت بزاف، ملي يكون عندي الوقت راه كندير لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها كاملين. اوكي خوت، نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، تهلاو في راسكم، لوف اند بيس، من عند خوكم محسن، نخليكم مع الطبيعه هذه.